عايز برضو اقتطف جزء اتكلم فيه الرئيس على التأكيد على قيمة العمل وفاء لدماء هؤلاء الشهداء، وهذه القيمة بيؤكد عليها الرئيس الفترة الأخيرة في كل احتفالات أو كلمات أو افتتاحات بيحضرها. أحب أعرف تعليقك يعني. أولا وبس استكمالا لكلمة الوفاء، الرئيس أيضا في ذكرى الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر، انتصار أكتوبر العظيم، برضه لا ننسى هذا المشهد العظيم وهو بيؤدي التحية بجوار قادة الجيش بالكامل لأبطالنا اللي هم شاركوا في حرب أكتوبر اللي ما زالوا على قيد الحياة، وكلنا شفنا الصورة والرئيس بيؤدي التحية العسكرية لهؤلاء القادة اللي هم ما زالوا على قيد الحياة، والحقيقة اللي هم بيقولوا قصص عظيمة جدا. أيضا الشهداء مش بس شهداء الإرهاب، ولكن أيضا لدينا شهداء الحروب، وهم أيضا قاموا بدور وقدموا دمائهم من أجل هذا الوطن. الحقيقة قيمة العمل مهمة جدا في هذه المرحلة. العالم بيمر بأزمات كبيرة جدا، كلنا نتابع وكلنا نتابع ما يجري في أوروبا، وباعتبار أن أوروبا يعني هي قارة متقدمة تواجه مشاكل كبيرة جدا في هذه المرحلة نتيجة الإغلاق الأول بسبب كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية للحقيقة يعني أثرت بالسلب على كل بلدان العالم ومنها مصر. وبالتالي فنحن نحتاج إلى مزيد من العمل، مزيد من الإنتاج، نستوعب الدروس المستفادة من هذه المرحلة المهمة في تاريخ العالم وفي تاريخ المنطقة وفي تاريخ مصر، بأن بالمزيد من العمل والمزيد من الإنتاج حتى لا نضطر أن نمر بمثل هذه الظروف التي نمر بها الآن. والحقيقة ده يجرنا للحديث على المؤتمر الاقتصادي اللي هو هيعقد في مصر نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، والحقيقة يعني في أفكار كثيرة جدا وفي طموحات كثيرة جدا يعني من وراء عقد هذه المؤتمر، أهمها إنعاش القطاع الخاص. القطاع الخاص عانى في الفترة الأخيرة، الدولة تعلم أن القطاع الخاص يعاني نتيجة المشاكل اللي اتكلمنا عنها، كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي في أفكار كثيرة جدا من خلال المؤتمر الاقتصادي لإعادة إنعاش القطاع الخاص ودمجه وإحداث حالة من التكامل بين الحكومة وبين القطاع الخاص من أجل الصالح العام.